بالحق علينا رزايا يا كريم. انت يا جدع انتم يا اخوانا. ايوه يا يا اخينا صدقني مفيش داعي عشان اتبلى عليكم، بقول لك انسرقت. انتوا بتتحدفوا علينا منين؟ احنا موعودين بالتلايح دي كل يوم موجود في السرير. اخينا اللي كان هنا راح فين؟ بنزل من بدري. بدري؟ بدري امتى؟ من الفجر. اصل حضرتك ولا مؤاخذه بتشخر كتير وهو ما جالوش نوم. يا ده النهار اللي زي بعضه. ما تعرفوش راح فين؟ اسمه ايه؟ ليه؟ وانتم مش اصحاب؟ ده بقيت لك جواب حاجه. جواب وريني. صباح الخير يا جميل. كنت اظنك بني ادم ولكن اصناف الملابس التي وجدتها في الشنطه اثبتت لي غير ذلك. نصيحه باخلاص، لا تترك نقودك تحت المخده. المعجب بتخفيلك العظيم المخلص كاف من الارض. قول لي ايه؟ كاف من الارض ده تقول معروف عندكم؟ كاف من الارض اللي كان نايم هنا، اللي كان متلعب هنا. انا عارف بيتكم النهارده راح اقوم الدنيا. يا لطيف اللطف يا رب، انت مالك صباحيك كده ليه يا سيدنا لفندم؟ انت اللي عامل اديك هنا. انت بقت يا غجر يا رصوص يا عربي. انت بقت مع هنا. الكلام ده كلنا منه كتير. اشتري بقدامتك وطوعني اجرة السرير عشان ما تتمشمش حتة. اتمشمش يعني ايه؟ انت اصلا انا هنا نايم فين؟ انت يا سيدنا، انت يا صاحب اللقطة. ايوه عن اذن حضرتك. مفيش عن اذن حضرتي، تعالى كلمني هنا. طيب حاضر، دقيقتين اجرة السرير. يا بني ادم افهمني يا سيدنا لفندي، احضرنا من فضلك. احضرك ايه؟ انت راخر انا في ايه ولا في ايه؟ انت هتعلني على ايه؟ يا واد عبد السميع خدنا يا باشا عندك في الزنقور. لا مش ده، خد ده. اوعى يا خير يا جدع انت يا مصر. ايه الحكايه اللي زي ما بقول ايه قاعد ايه يا مصر؟ انت يا جدع مرارة. جماعه بلطجيه بيتلقحوا علينا ضايعين. يجي الواحد من دول يهز طوله وينام ويشخر وينبسط، والصبحيه فين اجره السرير؟ انسرق. هي الحكايه كده؟ نعم. عاوز حاجه حضرتك؟ لا، عاوز اهبال. عايز سلامتك. مش موجود عندنا حد بالاسم ده يا بيه. مش هتشرفنا الليله؟ نحجز لك الاوضه. بس تسمح لي افكر شويه. على كل حال الشنطه فوق، الهدوم بزيها. لا اعرف، استغفر الله. ايه الكلام اللي داعي ده؟ لا احسن انجليزي. المعامله معامله. على ايه وهو مدفوع؟ زميلك قبل ما يخرج الصبح دفع اجره السريرين. هو دفع؟ دفع. كتر خيره، طلع انسان فيك. الحقني بقى بالشنطه.